السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم لدينا فيديو جديد في لعبة جديدة في القناة اسمها رافت. كما ترون هذه القصص، أدعوكم على القصص ثم سأعود. الآن لقد دخلنا في اللعبة أخيرا. الآن عبارة اللعبة، سنكون نزلنا من طائرة تحطم الطائرة، نزلنا فوق هذه الخشبة وسنحاول العيش فوق فقط هذه الخشبة ثم سنكبر المكان. الآن يجب أن نجمع بعض الأغراض. عندما أرى شيئا سأعود لكم. الآن كان خلل فقط في اللعبة. الآن سأجمع الأشياء. اشترك في القناة واضغط على زر لايك في هذا الفيديو لتدعمنا. والآن قد جمعت بعض الأشياء. سنكبر القارب قليلا لأن المساحة صغيرة جدا. الآن أصبح لدينا مستوى 2. فتح لنا شيء، فتح لنا الخاص بالماء، فتح لنا الأشياء الخاصة به. سنبني أول شيء. يلزم أن أجمع خشب. عندما أجمع خشب سأعود إليكم. لقد جمعت الأشياء الخاصة بالذي يجعل لنا المياه. الآن بنيته، هذا هو أول شيء سنبنيه لنبقى على قيد الحياة في هذه اللعبة. من ضغط زر لايك فيكتب في الكومنتات بأنه ضغط على زر لايك. لا أعرف من ضغط زر لايك.
لقد أصبحت مستوى ثلاثة. لا يلزم أن نكبر المكان أو سنقع في مشكلة. والصنارة سأكبر القارب وسأرجع لك. الآن كبرت المكان قليلا، نستطيع أن نحط المشوات، أن نضع المشوات التي فتحناها. سنصطاد سمكة إن شاء الله. واو، حظنا أسوأ حظ. سنضع صوتها الآن.